لكن الزمالك برضو تعامل بشكل مختلف. يعني خلاص هو حصل خلاف في نهاية المشوار ما بين الطرفين، حتى وقت أنه محمد أبو جبل خلينا نقول كان بيعاني في الفترة الأخيرة أنه هو يلاقي نادي، لكن وفي حين أن الزمالك برضو محتاج حارس مرمى كان ممكن يتم تقريب وجهات النظر، لكن الزمالك أغلق الباب تماما في وجه محمد أبو جبل. دي حقيقة، يعني في آخر أمطار في علاقة الزمالك مع محمد أبو جبل، يعني حتى لو كانت في تنشن وفي شد توتر بالظبط، لكن الامور خلصت بشكل كويس، واللاعب خد الاستغناء بتاعه اللي بالمناسبه ساعده بشكل كبير في قصته مع نادي النصر. الامور يعني اتحلت بشكل كويس. وخد بالك من حاجه حسام، التعثر بتاع محمد ابو جبل ونادي النصر ظهر من بدري جدا، كان وقتها نادي الزمالك يقدر زي ما انت بتقول ان هو يقرب وجهات النظر. العناصر المشتركه اللي بين الزمالك وبين ابو جبل، المحبين الاثنين ان هم يبداوا في اذابه جبل الجليد زي ما بيقولوا، والعلاقه ترجع زي ما كانت. لكن واضح ان الزمالك كان قفل الصفحه دي بشكل نهائي، ورغم احتياجه لحارس مرمى كمان، لان انت عارف ان بعد رحيل ابو جبل لنهايه عقده والزمالك بيلعب المراحل المهمه جدا في الموسم بمحمد عواد بس ومحمد نديم برضو حارس شاب جدا، فكان هيبقى الموقف صعب لو حصل اي اصابه من اي نوع لمحمد عواد في الفتره بتاعه الدوري.